Is he who knoweth, who believes, that what is revealed unto thee from thy Lord, i.e. the Quran, is the truth like him who is blind, disbeliever? But only men of understanding, intelligent people, heed, take admonition from what is revealed to them in the Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim Ra. Tilka ayatul kitab. والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. And they bid thee, O Muhammad, hasten on the evil, to bring chastisement on them, out of derision, rather than the good, rather than ask you for their welfare, i.e. they do not ask you for your welfare, when exemplary punishments, of those who have perished, have indeed occurred before them. But lo! Thy Lord is rich in pardon for mankind, the people of Mecca, despite their wrong, despite their idolatry, that is if they repent and believe, and lo! Thy Lord is strong in punishment, for those who do not repent of idolatry. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم
من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال He is the knower of the invisible, that which is unseen by the people, and the visible, that which the people know. It is also said that the invisible refers to that which will happen in the future while the visible refers to that which has already happened, the great, there is nothing greater than him, the high exalted, there is nothing more exalted than him. Alike of you, in the sight of Allah, as far as his knowledge is concerned, is he who hideth the saying, and works, and he who noiseth it abroad, and him who makes his speech and works public, Allah knows all this, he who lurketh in the night, he who hides in the dark of the night, and he who goeth freely in the daytime, he says, or works, Allah knows what he does. قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم
وبئس المهاد أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. Say, O Muhammad, to the people of Mecca, who is Lord, who is the creator of the heaven and the earth? If they answer and say Allah, then fine, if not, say, Allah is their creator. Say, O Muhammad, take ye, worship you, then, others, beside him, beside Allah, for protectors, lords from among idols, which, even for themselves, have neither benefit, neither procuring benefit, nor hurt, nor driving away harm. Say, to them, O Muhammad, is the blind man equal to the seer, is the unbeliever equal to the believer, or is darkness equal to light, i.e. disbelief and faith? Or assign they, describe, unto Allah partners, from among idols, who created, creation, the like of his creation so that the creation, which they made and his creation, seemed alike to them, such that they do not distinguish Allah's creation from the creation of their idols. Say, O Muhammad, Allah is the creator of all things, while their idols have created nothing, and he is the one, the Almighty, he is all-conquering above his created beings. وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك
وهم يكفرون بالرحمن. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله، إن الله لا يخلف الميعاد. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم، فكيف كان عقاب؟ أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت؟ وجعلوا لله شركاء قل سموهم، أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول؟ بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل، ومن يضلل الله فما له من هاد. Allah then gave a simile of the truth and falsehood, saying, He sendeth down water from the sky, he says, He sent Gabriel with the Quran and explained therein the truth and falsehood, so that valleys flow according to their measure, so the illumined hearts bore the truth in proportion of their size and light, and the flood beareth, the darkened hearts bore, on its surface, swelling foam, much falsehood due to their 261 whims. From that which they felt in the fire, this is another simile. He says, And of that which you cast in the fire of gold and silver contains adulteration, just as the foam of the sea does have salt, in order to make ornaments, which you were. Allah says here, The truth is like gold and silver which benefit people, and falsehood is like the impurities which are derived from the casting of gold and silver, which are of no benefit. Likewise falsehood benefits no one, and tools, ore and copper, riseth a foam like unto it, he says. These also have impurities, i.e. just as the foam of the sea. This is another simile. He says, the truth is like ore and copper from which people benefit, just as people benefit from the truth. And falsehood is like the impurities resulting from the casting of ore and copper, which are of no benefit, just as falsehood is of no benefit to anyone, thus Allah coineth, the similitude of, thus Allah explains, the true and the false. Then, as for the foam, it passeth away as scum upon the banks, it goes just as it comes, it is of no benefit to its owner, while, as for that which is of use to mankind, pure water, gold, silver, ore and copper, it remaineth in the earth, it is useful just as the truth is. Thus Allah coineth the similitudes, Allah explains the similes of the truth and falsehood. لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه
قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. Such as keep the pact of Allah, they fulfill the obligations of Allah, and break not the covenant, they do not refrain from the obligations of Allah. Such as unite that which Allah hath commanded should be joined, of kinsfolk, it is also said that this means, of the belief in Muhammad, Bull, and in the Quran, and fear their Lord, and do works for the sake of their Lord, and dread a woeful reckoning, and fear Allah's severe chastisement.